شكرا نازك وأهلا بكم مشاهدينا. توج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة العين. توج شباب الأهلي دبي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الظفرة بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي البطولة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين. إذن عجمان يكرم هنا حمد علي يوسف. لهذه قررت لجنة الاستئناف المشكلة من هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار بدر الحمادي رفض الشكوى المقدمة من نادي العروبة ضد نادي مصفوط، مطالبا خلالها بنقاط مباراته معه في الدوري الدرجة الأولى بداعي إشراك الأخير لاعبا لا تحق له المشاركة في المباراة. نظمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية الملتقى الثاني للملكية الفكرية في المجال الرياضي تحت عنوان الحماية من التعديات على حقوق اللاعبين والمنشآت والمؤسسات الرياضية وذلك بنادي ضباط الشرطة بدبي. هذا العام كان الملتقى الثاني، فالملتقى دخلنا في جانب التخصص والتعديات على حقوق اللاعب وايضا التعديات على حقوق المنشآت، لان اللاعب المحترف حينما يكون لاعب محترف فبالتالي هناك عليه التزامات، عليه واجبات، عليه حقوق، عليه كذا، حتى ملامح وجهه لابد يكون مثلا هناك بعض الشركات تستغل ملامح وجهه في موضوع الدعايه والتسويق، وبالتالي هناك امور ماليه كثيره تهدر من قبل استغلال الشركات لهذا اللاعب. ندخل عالم كرة السلة من دبي، فقد توج المنتخب الكوري الجنوبي لذوي الإعاقة الحركية بلقب النسخة 11 من بطولة فزاع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفوزه في المباراة النهائية على منتخب تايلاند ب 75 نقطة مقابل 69. كأنه عم بيسمعني حاليا عن منتخب تايلاند على الباسكت عند هذا النجم